حضور مميز في هذا الختامي الجميل الرائع. نبدأ ونتعرف على المركز الأول، من يحتل المقدمة هنا فراع لحمد بن متعب بن حمد بن منخس المري، من يتواجد على صدارة هذا الشوط. ننتقل ونتعرف على المركز الثاني، أم كافح يصل على المركز الثاني لمنصور بن سيف بن عفصان الخيالي، بينما يليه على المركز الثالث التواجد من شاهين لصقر بن عوض بن فلاك الكتبي، من يتواجد على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، يصل هنا الذيب لسيف بن سعيد النعيمي، من يصلنا ويحتل المركز الرابع أو المركز الخامس، يصل على المركز الخامس شاهين لسالم بن سعيد بن غدير الكتبي. أما المركز السادس فالوصول والقدوم هنا من شاهين لسيف بن غالب بن سلطان المنصوري، وعلى المركز السابع يصل هملول المبارك بن خادم بن حمد المنصوري، وعلى المركز الثامن يصل ويتسلل هنا مشاهدين ومتابعينا الكرام. على المركز الثامن يصل سلهود لمعجب بن سعيد بن لجبع الخيرين، وتاسعا يصل على المركز التاسع شاهين المبارك بن راشد بالحباله الكتبي، من يصلنا ويحتل المركز التاسع. نتابع المركز العاشر، الوصول من مياس لعلي بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، هذا هو ندان الاول، هذا هو ندان الاول مشاهدين الكرام لهذا الشوط، شوط القعدان العمانيات الاصايل، نعم شوط القعدان المحليات الاصايل. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، يا سلام، نعود إلى مقدمة هذا المسار. لا زالت الأمور هنا مع النخس، المنخس مع صدارة هذا الشوط، هنا مع فراع لحمد بن متعب بن حمد المنخس المري مع المركز الأول والصدارة من الجانب الأيمن. الله، أهالي الشحانية متواجدين هنا بقوة في هذا المهرجان وفي هذا الختامي، بينما يليح على المركز الثاني التواجد من مكافح لمنصور بن سيف بن عفصان الخيالي. يا سلام، الله، يا سلام، هنا التغيير والتسلل مشاهدين الكرام من قبل مكافح، من يكافح لأجل الناموس، من يكافح لأجل الانتصار في هذا الشوط، بينما الدور والنقلة عند المركز الثالث. المرور هنا والتجاوز هنا من شاهين لصقر بن عوض بن فلاك الكتبي، وعلى المركز الرابع يصل شعار معجب بن سعيد بن لجبع الخيارين مع سلهود على المركز الرابع، وهنا على المركز الخامس يصل ويتسلل هنا هملول المبارك بن خادم بن حمد المنصوري، وعلى المركز السادس من الجانب الأيمن من الجانب اليمين يصل ويتسلل مشاهدين الأفاضل القدوم من الذيب لسيف بن سعيد النعيمي، وعلى المركز السابع يصل هنا على المركز السابع شاهين لسيف بن غالب بن سلطان المنصوري، وعلى المركز الثامن يتسلل هنا مشاهدينا الافاضل على المركز الثامن مبدع، او هنا التغيير من شاهين المبارك بن راشد بالحباله الكتبي، وعلى المركز الثامن يصل على المركز الثامن مشاهدينا الافاضل يصل ويتسلل مياس لعلي بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، وعلى المركز التاسع ايها الاخوة الافاضل يصل هناك من الجانب الايمن يصل ويتسلل ايها الاخوة، او هنا من يصلنا على المركز العاشر، هنا الدخول مشاهدينا الافاضل يصل شهيد لمحمد بن دغاش بن محمد العامري. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المنافسة والى 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 الصدارة مشاهدينا الافاضل. لا زالت الامور هنا مع المقدمة ومع الصدارة، هنا لا زالت الامور مع فراع لحمد بن متعب بن حمد المنخس المري مع المركز الاول، ولكن الله، هناك المنصوري مع المركز الاول او الخيالي. نعم مشاهدينا الافاضل، الخيالي مع مكافح منصور بن سيف بن عفصان الخيالي مع المركز الاول. يا سلام، هنا مكافح اسم على مسمى مشاهدينا الافاضل، اسم على مسمى يحمل هذا الاسم الراقي وهذا الاسم الجميل، هذا هو مكافح مع المركز الاول، مكافح مع المنعطف الاخير. يا سلام
اليوم منصور بن سيف بن عفصان الخيالي مع المقدمة ومع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط. هذا هو مكافح، مكافح 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية، والمكافح يكافح لأجل الناموس، لأجل الصدارة، لأجل أن يبقى في هذا المكان الذي يرقب فيه الجميع ويتمناه الجميع. رقم المحاولة هنا من فراع، فراع تعود ملكيته لحمد بن متعب بن حمد النخس المري على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث يصل باللجبع. نعم هنا مشاهدين الأفاضل يصل معجب بن سعيد باللجبع الخيرين مع سلهود على المركز الثالث، وعلى المركز الرابع القدوم والوصول. هنا مشاهدين الأفاضل من شاهين لصقر بن عوض بن فلاك الكتبي، وعلى المركز الخامس يصل على خامس المراكز شاهين لسيف بن غالب بن سلطان المنصوري. يسلم الذيب، الذيب يصل مبارك بن محمد بن مبارك العامري، وقدوم كذلك. يا سلام مبارك بن محمد بن شير العامري، ولكن هنا الوصول كذلك أيها الإخوة، الوصول من شهيد لمحمد بن دغاش بن محمد العامري. ولكن نعود إلى المنخس، المنخس غير الصدارة، غير المقدمة مشاهدينا الأفاضل. الله فراع حمد بن متعب بن حمد المنخس المري مع المركز الأول مع الصدارة والقيادة. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن العامري، العامري مع شاهين محمد بن دغاش بن محمد العامري مع المركز الثاني. يا سلام الله، التغيير 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 مع شاهين، شاهين يغير مشاهدين الأفاضل. 500 متر، 500 متر على خط النهاية. رقم المحاولة هنا من الذيب مبارك بن محمد بن نشيره العامري. يا سلام الله الله، شاهين 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 مع الصدارة، شاهين مع المقدمة، شاهين مع الناموس، شاهين شاهين هو الأقرب مشاهدين الأفاضل. شاهين والذيب هنا يحاول على المركز الثاني، ولكن سلام سلام الهير، سلام سلامنا وتحياتنا لبن شير العامري على هذا الناموس، وعلى انتزاع، وعلى انتزاع مشاهدينا الأفاضل، على انتزاع شاهين. نعم محمد بن دغاش بن محمد العامري، نعم هذا هو محمد بن دغاش بن محمد العامري. تهانينا وألف مبروك على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني يصل الذيب لسيف بن سعيد. الذيب المبارك بن محمد بن شيره العامري، يوم المركز الثالث فيصل على المركز الثالث مشاهدين الكرام شاهين لسالم بن سعيد بن غدية الكتبي. يوم المركز الرابع، رابعا يصل أيها الإخوة شاهين لسيف بن غالب بن سلطان المنصوري، وعلى المركز الخامس يصل فراع لحمد بن متعب بن حمد النخس المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين أيها الإخوة الأفاضل. إذن يفوز معنا أيها الإخوة شاهين لمحمد بن دغاش بن محمد العامري، تهانينا له على هذا الناموس. 9 دقائق و41 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لأهالي الفوعة محمد بن دغاش بن محمد العامري على هذا الناموس. أما المركز الثاني فيصل على المركز الثاني الديب، يقطع المسافة في 9 دقائق و42 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا المبارك بن محمد بن شير العامري. أما المركز الثالث يصل على المركز الثالث شاهين، 9 دقائق و44 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين سالم بن سعيد بن غدير الكتبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، تواصلنا يستمر.